سمحت شيخ، سؤال الحاج أم أحمد عن موضوع أن تبيع سوارا لها نسوارة. مقابل أن تذهب به إلى الحاج بثمنه، يعني يصح هذا الأمر أم لا؟ هلا هو اذا كانت يعني زائده عن حاجتها، هلا في تفصيل في هذا الجواب اقول للاخت الكريمه. مره بيكون واحد عنده من علامتها ومن صيغتها عنده كثير ذهب مثلا، او زايدين عن الحاجه، او مش بحاجتهم، قد يقال بانها مستطيعه ويجب بيع جزء منهم مثلا لتذهب الى الحج، الا اذا ينافي شانيتها هذا الامر. لكن إذا كانوا لا على القد ومش زايدين، وهي بالأخير معروفة المرأة تلبس الذهب، فهون لا يجب أن تبيع هذا الذهب. ثم أنه بما أن من المهر من صيغته ومهرها فلا خمس فيها. جوابا على سؤالها الثاني، ليس عليها ليس خمس، عليها خمسا ليس عليها في خمس.